تكريما للفنانين التشكيليين المحدثين الذين كانوا أمناء على الرسالة وظلوا قادرين رغم كل الظروف على أن يكون لإبداعهم حضور لافت. تم افتتاح معرض لوحات فنية ضمن أيام الفن التشكيلي السوري 2021 للموسم الرابع على التوالي بعنوان 10,000 عام، وذلك في دار الأسد للثقافة والفنون، حيث افتتح في الدار معرض لوحات الراحل محمود جلال بمناسبة مرور 110 أعوام على ولادته، بوصفه أحد أبرز الوجوه الرائدة في الفن السوري المعاصر وأحد مؤسسي كلية الفنون الجميلة، وعرضا للفنانين المكرمين في الاحتفالية وهم الراحلون ميلاد الشايب وسوسن جلال والنحات فؤاد أبو عساف والفنانون القديرون ثائر حسني وسارة شمة والنحات محمد بعجانو. وزارة الثقافة تعتبر بأن الفن التشكيلي هو ركن أساسي من أركان الإبداع الثقافي والتأثير الثقافي في الفكر وفي القيم وفي بناء الأجيال الوطنية. بطبيعة الحال نحن معنيون، وهذه هي رابع احتفالية في بأيام الفن التشكيلي، وهذا الفن يحتل الآن مكان شبه صدارة، يعني له بعد الموسيقى والمسرح والكتاب يتساوى الجميع في الأهمية طبعا، والإنتاج السينمائي. لدينا في كل أصقاع سوريا معارض، ملتقيات، نحت، تصوير، تصوير ضوئي، تصوير زيتي، محاضرات، ندوات فكرية، ملتقيات مع الملتقيات حوارية مع الشباب الجامعي، لأن التأهيل الفني للكوادر، كوادر مستقبل، أمر مهم جدا. لحظة كتير حلوة وشعور بجنن، لأنه بلدي هي شقفة مني وأنا شقفة من بلدي. كتير حلوة الإنسان بيتكرم ببلده، وقد ما تكرم برا وقد ما اعترفوا فيه العالم برا بغير بلاد، بضل تكريم ببلده له نكهة خاصة تمام. وهالمناسبة كتير مناسبة راقية، وأنا كتير مبسوطة أنه عم تصير كل سنة، بتأمل أنه تستمر هالمناسبة ويضل في تكريم للفنانين ولكل المبدعين ببلادهم، لأنه هذا أهم شيء. الحفل الرسمي تضمن عرضا بصريا سماعيا لمقطوعة موسيقية تعزف أول مرة على مسرح الأوبرا بعنوان تفاصيل تحية لروح الفنان الكبير محمود جلال من تأليف المايسترو عدنان فتح الله، قدمها مع الفرقة الوطنية السورية للموسيقى العربية مستوحاة من لوحات الفنان الكبير لتعانق النغمة بالألوان والأشكال والموضوعات.